إذا مشاهدينا، وكما تتابعون هذه الصور التي تصلنا من مقبرة دالي إبراهيم وتشييع إذا جنازة وجثمان الفقيد الوزير الأسبق للمالية عبد الرحمن بن خالفة، والذي توفي جراء إصابته بفيروس كورونا. انتقل إذا إلى رحمة الله صباحة اليوم الجمعة وزير المالية الأسبق عبد الرحمن بن خالفة، وكما تتابعون في هذه الصور لتشييع جثمان الوزير الأسبق بمقبرة دالي إبراهيم.